لو الحكاية فيها إن فيتو حتى حتى دم دم سلم عليا بتقول لي الطيبة ماتت يا روح بيقدم بتاخدها ما شكتش فيها تديها كل ما تيجي زيارة لقيت الباب مقفول فتحت الباب فتح عادي عادي الباب مفيش كسر ولا أي حاجة فتحت أول ما فتحت ريحة الغاز ريحة فظيعة جدا جدا مش قادر أقول تخيل إن هي مثلا نامت سابت عيني مفتوحة البوتاجاز نزلت السوق حاطت حاجة طفت البوتاجاز تخيلات دي كانت حاجة في السوق ربنا ألهمني أنا جيت أولع النور من تفضلنا عشان أقفلها كلها ورحت شال إيدي مع النور مع القوس بتاع النور فكرت إن أنا لو عملت كده الدنيا بتبوظ معرفش الدنيا إيه بعد كده دخلت جت وأنا عمال أنادي عليها سمعت الصوت بتاع العش البوتاجاز المفاتيح كلها مفتوحة عشان كل العيون مفتوحة خمس عيون في البوتاجاز والفرن حتى الفرن بابه مفتوح وانا بقفل بقى الايه بالاحمضة المفاتيح الدنيا بقى خلاص بتضل كنت فاتح الشباك اللي هو بتاع المطبخ عندي شباك صغير كده لما كان فتحته بس وجريت على اوضة النوم لقيت الباب مفتوح كان التكييف شغال انا شايف شغال من جوه لقيتها مرمية على الارض نطيت من فوق رجليها كده كان معايا شنطة فيها العيش والحاجات اللي بترميها ونطيت كل ده انا مش شايف فيه ايه تحت ايه التلفزيون شغال والتكييف شغال وده ساعة تحت الشباك ريحة عاوز ابعد الريحة ريحة جامدة جدا فتحت الشباك ورجعت لها يا حاجة يا حاجة ما تيجي تيجي عليها يا حاجة لقيتها ساعة متلجة فاكرة مؤاخذة عريانة من تحت كده بتاع الريان رحت مغطيتها على سجادة كده رحت رامي عليها السجادة حاجة يا حاجة مفيش صوت عينيها طبعا بقى بتطير في الليل لا لا على جنبها لحد دلوقتي انا ما شفتش دم حتى حتى مش شفت ايه دم دم انا شفت الدم وجات لي ستوري عرفت جاب صرخت فانا في اثناء ما انا رحت زينهم طبعا المباحث جت لان انا قعدت بقى هناك طول النهار المباحث جت طبعا عملت حاجات وحاجات خدت بنتي بقى اسمها ولاء بقى معاها يعني بنتي معاها خدوها بقى يفرجوها على الكاميرات هنا وراحوا المدرسه بقى الثانيه ثاني يوم كانوا فرغوا الكاميرات بتاعتها وكانت على الشاشه كبيره فبنتي لقطت بقى الجهه لان الكاميرا بتاعت المدرسه الثانيه دي بتجيب الشارع ده من تحت يعني جابت بوضوح فبدات بقى معاهم بنتي مره واثنين وثلاثه لحد ما الاثنين دي بنت خالي مرات خالي شمال يمين ايه مرات خالي شمال يمين لحد ما تحت مرات خالي العبايه بتاعتها مشيتها المامزه ده شبشبها كده طبعا انا كل ده بجيب الايه المدرسه منها ربنا كرمني وجيت صلينا عليها العصر هنا في المدينه ورحنا بقى دفعنا فلما جيت بالليل عزتني في المقابر وقعدت مع الحريم عادي جدا وجابت اكل في الاتوبيس لمؤاخذه اللي راح يوصلهم كانت هي وابنها معاها طفل صغير كده يعني ده اللي قالوا لي يعني انا ما تخيلتش بقى كتير اني زحمه طبعا حريم وانا بقى كنت موال يعني بلا ربنا كل اللي انا شفتها فيه وانا في المقابر واحنا دفننا وراجعين مع الحريم بتسلم عليا بتقول لي الطيبة ماتت يا روح الطيبة ماتت يا روح قلت لها الله يرحمها فيتو